هلو جايز، في الفيديو اللي فات خدمنا اول دارة بسيطة لينا باستعمال الاردوينو. اليوم راح نخدم مشروع بسيط بمكونات جديدة. هيا نشوفه. Let's say راح نتفرجوا الموفي ورانا حابين when we press the play button الضوء تاع الليفين روم يطفى اوتوماتيكلي، and when we press again pause الضوء يعني شغال. To do that راح نحتاجو هاد الانفراراد سنسور اللي راح يقرا لنا اللايت اللي راح يخرج من الريموت كنترول، وباش نتحكمو في اللايت تاع ليفي روم راح نخدمو بهذا الريلاي اللي حكينا عليه من قبل. صح، عندنا الاي ار سنسور تاعنا وعندنا الريلاي تاعنا، مي بصح كيفاش يخدمو مع بعضها؟ هنا تجي الروم تاع الاردوينو. نبداو نركبو السيركويت تاعنا، نجيبو 5 فولت ندوها للبريد بورد، ونجيبو الجراوند ندوه بريد بورد تاني في النيجاتيف بارت، ومن بعد نجيبو الاي ار سنسور تاعنا فيرست بين يروح بوزيتيف بارت، لاست بين يروح نيجاتيف بارت، والبين يروح في السنتر يروح للانالوج وين نقدروا نقراو انفورميشن تاع السنسور. اخر حاجه نروحوا نجيبوا ريلي تاعنا، ندو بوزيتيف بين تو ذا بوزيتيف بين، والنيجاتيف بين للنيجاتيف بين. والكوموند تاع الريلي ندوها للاوتبوت نمبر 7. هاكا نكونو كملنا السيركويت تاعنا، ونروح نشوفو كيفاش تخدم. هذا هو البروجيكت تاعنا. So when you press play the AR sensor will receive the light اللي راح يخرج من الريموت كنترول وراح يمدو للاردوينو. الاردوينو هنا راح تمد اوردر للريلاي باش يطفي الضوء. And with the same method when we press the pause button the relay will turn on the light. دوكا بعد ما فهمنا شنو هي الاردوينو وشفنا some examples، Now it's your turn to create your own project وتشاركوا معنا واش خدمتوا. Thank you so much guys. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو and see you in the next one.